طبعا ما يحلى العيد يا رقي الا بشنو؟ الا بكشختها اكيد. وطبعا اهم شيء ان الوحده تكون دائما، لما نقول بكشختها يعني مكياجها حلو، لبسها حلو، وبتطلع بشكل حلو عشان نفس ما قلنا كشخه العيد. بيكون معانا في الاستوديو خبيره التجميل استاذه ناديه زيد والموديل فاطمه. مساك الله بالخير ناديه. مساك الله بالنور، يا هلا فيك. كل عام وانت بخير في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. وعيدكم مبارك، عساكم من عواده ان شاء الله. وانت بخير وصحه وسلامه. انا ما بتكلم في يعني التجميل بشكل خاص، بشكل عام يعني في اقبال خاصه خلال الاعياد على عمليه التجميل، ولا هو الاقبال موجود اصلا طول السنه في عروس في حفلات؟ على طول طبعا، في مناسبات يعني في مواسم معينه يكون فيها يعني تكثر طبعا فيها المناسبات، بس يعني بنفس ما نقول الميك اب على طول موجود، يعني في كل فتره لازم تشوف في لوكات معينه في مناسبات معينة، فيعني ما في أحد يخلى من غير مكياج. نادي، يمكن قبل كانوا البنات بشكل عام دائما يتجهون حق خلينا نقول يعني خبيرات التجميل أو الصالونات على أساس أنهم يتعدلون ويسوون زينة العيد وكشختها. اليوم صار التوجه إلى أن أنا أتعلم وبعدين أطلع أنا بكشختي بالشكل اللي أنا يناسبني، وهذا الشيء فعلاً اللي قاعدين نلاحظه، وخاصة يعني أنتوا اليوم لما تعطون الدورات وتسوون هذه الشغلات حق البنات من جيل اليوم، كلمينا عن هذه الدورات التجميلية وخاصة في هذا الموسم. طبعاً ما شاء الله قبل كانوا يعني نفس ما قلتي البنات دائماً يتجهون لخبيرات التجميل، الحين ما شاء الله بنات الحين نفس ما نقول يعني من عمر هي نعومة أظافرنا يعني تشوفينها عمرها ما شاء الله سنتين ونص ثلاث، تعرف تقول لك أبي كونتور أبي رموش، فتعلموا البنات خلاص صار يعني الكل يعرف يعني شلون يحط له ميك اب ناعم، شلون يحط له ما شاء الله حتى حق مناسبات، فالكل قام يتجه انه بدل ما اروح حق خبيره تجميل ممكن انا اروح احط لي مكياج اتعلم منها كورس ميك اب وامارس يعني المكياج بروحي، بالذات اللي عندهم اشغال يعني مشغولين دائما فيبون شيء سريع ما يقدرون يروحون حق الصالونات بدل زحمه الصالونات. انا ما اشوف السريع ناديه، ترى يعني احنا كرجال نعاني لما بنطلع مجمعات بنطلع برا ساعتين لازم يخلصون الميك اب. مو هو السريع احنا نقول لما هي تكون في البيت بتحط لك ميك اب لو بساعه ساعتين احسن ما تروح مشوار وترجع. فهي لازم ناخذ ما في لا ما في عمليه انتم تعلمونهم على الميك اب في خمس دقائق وانتم تفتكون واحنا نفتك. لازم في تكنيك، لازم وين التكنيك احنا ما نشوف تكنيكات. يا ناديه سمعيها مني، سمعيها مني يا ناديه، لا عاجبه لا عاجبه واحنا نحط ميك اب، لا عاجبه واحنا في المطبخ، لا عاجبه ولا شيء، فانت خذي وخلي ما عليك. لا احنا عشان نحب نهتم في نفسنا فلازم ناخذ راحتنا، ناخذ وقتنا. تقولون كذي خذوا راحتكم، ما يعني ما في شيء يملي عيننا، لازم نزيد ونحط ونزيد، لا نحط هاللون وشي. والريال اللي قاعد في السياره ينتظر والناس اللي موعدينهم فاطمه تضحك فوق يعني راحته يشرب قهوته بس بتنزل للمرحله، يشرب القهوه وشرب الشاي وشرب ما داعي ينتظر في السياره، لازم يقعد يطالع تلفزيون يلعب في التليفون. ومن كثر ما ينتظرون يا ناديه. ناديه خلينا نرجع على العيد وكشخه العيد، هل في لوك معين اليوم حلو ان انا ابرز جمالي فيه او ابرز خلينا نقول يعني تميزي خاصه في ايام العيد؟ احنا كل يوم نحط ميك اب زين، خاصه حق اللي يشتغلون دوامات يروحون ويون، بس العيد عادة حلو ان الواحد يكون لوكه شوي مختلف، كلميني عن لوك العيد. لوك العيد شو انا اقدر اقول ان لوك العيد هو يعتمد على شخصية البنت، يعني ممكن انا تكون شخصيتي ناعمة ولو شنو بيكون ما بحط لي ميك اب اوفر، ممكن بس يعني هو العيد دائما يكون طبعا الطلعة بتكون في الصبح، فيفضل طبعا انك تبتعدين عن الغوامج تروحين حق الالوان الهادية مثل الالوان الترابية البيج الذهبي الحمراء، تحطي مثلا الوان نود شوي بيبي بينك، فتبتعدين عن الالوان الصارخه. بس انا ارجع واقول انها يعتمد على شخصيه البنت، يعني ممكن تحط مثلا يعني تحدد عيونها بالوان فاتحه، تحط لون جريء، في بنات حتى يحبون يحطون الاحمر، فهي يعتمد على كل واحده. احط احمر بس احنا في الليل. هذه غلط تقول اكيد استاذنا. لا 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 هو مو غلط، هو في عالم المكياج ما في يعني قاعده معينه تقدر تمشي عليها، هو يعني نفس ما يقول نفس اللي تحكم على الواحد من شخصيته بالميك اب حتى. صحيح. يعني مثلا انا مستحيل اقدر اروح لالوان جريئه، مستحيل في مناسبه ولا في صبح ولا في عيد لازم الواني تكون هادئه. بالضبط. فيعتمد، في بنات مثلا تحطين لها مكياج وتقول لك انا هاي الميك اب انا اروح في السوق
يعني انت حاطتها بالنسبه لك غامض فيعتمد على كل وحده وشخصيتها في النهايه بالضبط. يعني هذا السؤال بعد اللي يفرض نفسه لما قلتي في قواعد حتى ادوات التجميل اليوم نشوف في السوشيال ميديا تنباع ادوات تجميل ما تدري انها هي تسبب امراض تسبب حساسيه للبشره فشنو تنصحون اللي يستخدمون ادوات التجميل طبعا كلهم يستخدمون ادوات التجميل شنو تنصحونهم طبعا ادوات التجميل احنا ننصح اهم شيء ان الواحد ياخذ براند معروف يعني تبتعد قد ما تقدر عن الاشياء الرخيصه يعني صحيح لازم الواحد قبل لا يستخدم منتج يكون قاري عنه فاهم عنه يعني هل هاي المنتج مكوناته في الحين وايد براندات طلعت يعني هل كل شيء غالي صحيح صحي ولا لا هالقاعده غلط هو مو شرط بس دائما البراندز يكون في مكوناته تكون في اشياء طبيعيه فانت لما تروح حق يعني منتج لا اسمه اكيد ما راح يخلي اي منتج رخيص عشان يخسر سمعته صحيح فهني انا اقول للوحده ابتعدي عن الاشياء الرخيصه قد ما تقدرين على اساس انك تحافظين يعني وفي نفس الوقت المنتج لازم يحطون في بالهم ان يستخدمونه خلال فتره معينه لتاريخ انتهاء صلاحيه في ناس وايد يخلون المكياج عندهم سنين 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 صح. فهو لا صلاحيه في بعضها سنه في بعضها يعني طبعا انا اتحكي عن الاشياء الليكويد يعني السائله الاشياء البودر ممكن تدوم عادي سنين بس هني لازم تحط في بالها ان ممكن هي اللي تكون تسبب لنفسها مشكله لان مو حاطه في بالها تاريخ الانتهاء صحيح المشاهير وهوس المشاهير اليوم احنا كلنا موبايلاتنا في يدنا ونتابع انا ما بقول عن وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لان كل ما قاعد عندي ضيف تحكيت عن السوشيال ميديا لكن يعني الملاحظ ان اليوم ما شاء الله الساحه مليانه بالمشاهير خاصه من العنصر النسائي خلينا نقول تسلم وكل واحده فيهم تروج الى منتجات معينه كل واحده فيهم اليوم نشوف فاتحه الكاميرا وتسوي لنا التوتوريال انزين واللي عنده هوس وهذه هوس المتابعه تسلم الشيخ يصير في تشتت انزين انا اشتري ذي البرودكت انا اخذ هذا المنتج انا اشتري هالفاونديشن اشتري حق هالتغطيه ودائما في كلمات مفتاحيه تستخدم بشرتك انظر وجهك يصير احلى ينشد وبس والبنات هذهما فيها اللهطه ماشيين شو تقولي لهم والله تشوفه يعني اذا كان انا كلمه الحق اقولها الحمد لله كان قلت الحمد لله كلمه الحق اقول اذا كان الشخص ثقه يعني الحين طبعا كثرت عندنا الاعلانات المدفوعه كثرت عندنا نفس ما قلت لي في السوشيال ميديا بس الفاشينيستات فاشينيستا هو مو غلط هو يعني بالعكس يعني الفاشينيستا ولا البلوجر ولا الميك اب ارتست ساعات تعرف الناس بمنتجات جديده وطريقه استخدامها فهاي الشيء يعني بالعكس يعني انا بالنسبه لي انه ممكن انه ينور الناس يعني انا الحين قبل اشتري منتج ممكن اشوف ان هاي يعني هاي الميك اب ارتست انا عندي ثقه فيها وهاي البلوجر عندي ثقه فيها استخدمتها فممكن انا استخدم بس مو في النهايه مو كل شيء ممكن ينقال وين المصداقيه خاصه اذا بعض الاعلانات كانت مدفوعه الاجر 100% للاسف الحين يعني صار غالبا دائما تكون مدفوعه بس للحين في ناس تتكلم بمصداقية يعني للحين في ناس مثلا تقول لك انا ما راح اتكلم عن منتج يعني انا بالنسبة لي ما راح اتكلم عن منتج الا لما اكون انا جربته واثقة فيه 100% لان في النهاية الكاستمر لما بتي بتاخذه او الوحدة لما بتي بتاخذه لانها واثقة في كلامي صحيح فاكيد صحيح. يعني في ناس تحاسب ولازم بعد الواحد يعني يكون ذكي يعني لازم يعرف شنو المنتج اللي ياخذه ويجربه قبل لا ياخذ يشتري بالضبط. ومو كل شيء ينقال ينشر يعني صحيح قلتي في بداية اللقاء كلمة يعني قلتي الحين من عمر سنتين أو ثلاث سنوات بدأوا يعرفون حق الميك اب فالمكياج من أي سنة أنت تنصحين فيه الواحد يبتدي يحط ميك اب حتى حق الحفلات تطلعون أنتوا الحين أدري يعني سؤال صعب شوي لأن الحين ما شاء الله بنتي اللي عمرها سنتين ونص تبي تحط لها دائما كل يوم أسألة كأب وكولي أمر يعني انا بالنسبه لي ابتعد يعني حق اليهال ما انصح نهائيا ان يستخدمون بالنهايه هاي اشياء كيميكال صحيح 100% ويعني المفروض ان الوحده تستخدمها يعني تكون يعني شوي من عمر ان هي تكون بالغه ما تستخدمها من صغرها يعني ترى انا عندي حتى من عقب ال 18 سنه ليش تستخدمها من الفتره بالبدايه يعني يمكن صعب الحين فواز نقول من بعد ال 18 بعد خلونا يعني نجاري العصر اللي احنا فيه صح. لكن في منتجات معينه انا ممكن اليوم اتحكم فيها يعني بنتي مثلا عمرها 5 سنين 7 سنين حتى لي 10 و12 سنة لا بشرتها مو مهيئه بشرتها اليوم هي من الله طبيعيه وحلوه لا تخترب بس احنا خلينا من الاطفال زين وخلينا من المكياج ومتى يستخدم لا انا بقول لك الحين انا بودي ان انا اسال نادي عن
مكياج الموديل فاطمة يعني ما شاء الله مكياج ناعم هادئ زين وجميل مثل جمال صاحبته، فكلمينا عن هذه اللوك نادية. طبعا لوك فاطمة اليوم اعتمدت لها لوك انه هو يكون مناسب حق العيد، حبيت ان انا احط لها كونتور يعني حددنا زاوية العين، وحطيت لون بيج من داخل الجفن، حطيت لها ايلاينر. طبعا الايلاينر بيعطي البيج له مقصد، ان انت استخدمتي بيج وما استخدمتي اسود؟ استخدمت بيج عشان يعطي وسع للعين بعد، يعني هي عينها صغيره ففضلت ان انا اخلي لها بيج في البدايه على اساس انه يوسع. وخليت لها ايلاينر على اساس انه اوسع العين او اطولها. حطيت كونتور خفيف بس بالباودر مو بالكريم، وشويه هايلايت ولون نود حق الشفايف. فهذه اللوك ينفع لوك صباحي في العيد، ينفع لوك صباحي وينفع لوك حق سهرة لو بغينا نغمج الأطراف ونخلي لوك حق أحمر شفايف يكون شوية جري. يعني بسهولة يتحول من لوك صباحي إلى لوك حق سهرة بسهولة، ما ياخذ 5 دقائق. أهم شيء الوقت، أنا يهمني الوقت. إذا كان جاهز لهاي الحد أكيد يكون سريع. بس السؤال يفرض نفسه، ليش يعني أغلب المشهورين في عالم المكياج من العنصر الرجالي؟ نفسي ينطبق على عالم الطبخ مثلاً، على عالم أنا أقول الأزياء. هاي الكلمة مشكلة الرياييل من يدخلون نفسهم في شيء صراحة يبهروننا. هاي شهادة دائما يعني أقولها دائما، يعني لو ميك اب أرتست هاي يعني بالعكس، إحنا نشوف عندنا حتى في البحرين أسامي ما شاء الله. فالريال من يدخل نفسه في سوالف النسوان تشوفينه هو توب يصير بالنسبة لنا. شنو السر هذا الحين؟ ما أدري يعني يمكن الريال فكلتش وشهيدة شاهدون يعني أنا بروحي أعرف هاي النقطة، يعني ليش الريال لما يدخل نفسه في شيء لأنه مبدعين يبدع فيه ما شاء الله، لو ميكاب لو طبخ لو أي شيء لو أزياء في كل شيء بالضبط. وممكن بالضبط يكون العكس بعد فواز، يعني لا تنسى في الحلقة الثانية كانت عندنا استضافة حق شخصية نسائية بطلة في الغوص بالضبط، زين ففي تسلق الجبال، تسلق يمكن الجبال يمكن يكون تحدي، يعني هو أتوقع يمكن تحدي. أعتقد يعني استمتعنا اليوم بالحديث عن الميك اب والمكياج، مع أن أنا شخصيا الله جميل يحب الجمال، لكن أنا أقول بعد التأخير في الميك اب بس هذه النقطة اللي عندي. لا الحين ولا يهمك، المفروض البنات الحين كل ما خذوا خبرة يكونون أسرع. ما في طريقة مثلا في قرطاس مكياج كامل والله بس يحطونه؟ طلعوا على فكرة هاي الشيء طلعوه في ظل العين. في ظل العين بس تحطينه على طول وانتهينا. هو نفس السكر وطلعوه في برامج. حتى في الحواجب نادية بعد الحين حواجب ايه أقبال مو كل واحد يحط بسمة الوجه ويخلص. لا الله لا يقول بعدين احنا شو نسوي. يعطيك العافية حبيبتي، استمتعنا جدا بالكلام معك، خاصة لما تتكلم عن المكياج وعن الكشخة. فأكيد طبعا خبيرة التجميل نادية من أفضل الناس اللي ممكن الواحد يتكلم معها لخبرتها الطويلة في هذا المجال، تقبلها للرأي الآخر ما شاء الله عليها. يعني نادية جميلة خلقا ويعني أخلاقا وخلقا. لو دهتني في الحج الله يسعدك. أنا كملت عليك. يعطيكم العافية وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، عساكم من عواد إن شاء الله. وأنت بخير وعساك من عواد وفاطمة، كل عام وأنت بخير. أعتقد للأسف وصلنا معاكم لختام فترتنا الثانية، لكن الفترات متواصلة وفي المساء بعد معاكم الزملاء مستمرين في الفترة.